معانا اول رد برلماني، اول رد فعل برلماني، ودي غريبه جدا ان حد من البرلمان يتكلم بهذه السرعه. نائب عضو مجلس نواب اسمه الاستاذ رياض عبد الستار، يعني انهال على الكابتن محمود الخطيب، يهاجم محمود الخطيب بقوه. نائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب قال لو في دكر رئيس للنادي الاهلي ما كانتش حصلت مهزله الاتحاد الافريقي للعب في المغرب في ملعب الخصم، والواجب مجلس الاداره بالنادي واتحاد الكره المصري يتقدموا باستقاله او يقالوا من وزير الشباب. ده رايي الشخصي كنائب عن الشعب المصري. للاسف يا رياض بي عبد الستار، يعني يبدو ان حضرتك غير ملم بالامور وغير دارس الموقف، تحت الى ان تدرسه، لان جانبك التوفيق والصواب في هذا الكلام. ومن الاولى يا استاذ عبد الناصر بدل ما نهاجم الكابتن محمود الخطيب نهاجم اتحاد الكوره اللي خد خطاب الفيفا وخطاب الاتحاد الافريقي وقال لك في الاخر تم التصويت واختيار المغرب. يعني خلينا نحاسب الناس اللي يجب محاسبتهم بالفعل. النادي الاهلي بيدافع عن حقوقه لوحده، النهارده الاهلي ملاكم بيلعب لوحده يدافع عن حقه، ولا في حد بيدافع عنه ولا حد بيسنده ولا حد بيدعمه. دلوقتي يعني شفنا قد ايه بقى عضو مكتب تنفيذي مغربي بيدي وبيساند وبيدعم فرقته، وفي الاخر انت عندك عضو مكتب تنفيذي ايه اللي عمله النهارده؟ ولا الهوى. اتحاد كوره ايه اللي عمله النهارده؟ ولا الهوى. اتحاد كوره واصل له فاكس بيقول حد من عندك عايز ينظم نهائي البطوله، ولا حتى بلغ الانديه المشاركه، وفي الاخر جايين نلوم نفسنا. لا لا بجد لو بنحاسب المقصرين فمن البدايه الموضوع واضح. علشان نبقى منصفين لابد ان نتعامل يا سياده النايب مع الموضوع من شقين، بره ال 90 دقيقه وجوه ال 90 دقيقه. بره ال 90 دقيقه اتحاد الكوره لابد ان يحاسب على الخطاب اللي خباه، ويبقى في تحقيق محترم في هذه المهزله، وبما فيها اداء الاهلي في المهزله دي كان ازاي، ونديله حقه بما يرضي الله. ال 90 دقيقه لابد من محاسبه موسيماني لو هيمشي، مع السلامه، ما فيش حد اكبر من النادي الاهلي. لا، موسيماني النهارده أسوأ مباراه في التاريخ. لازم يا جماعه ندي كل شيء حقه. انا اكتر واحد دفع عن موسيماني وبدافع، لكن النهارده خذلني بكل ما تحمله الكلمه من معنى. النهارده تشكيل، لا يا جماعه لازم بره ال 90 دقيقة كان في مهازل وكارثة ومؤامرة، وفي ال 90 دقيقة كان في خنوع وسوء وكسل وتشكيل سيء ومفيش مدير فني ولا جهاز فني ولا لعيبة. أنا راجل ما لعبتش كورة وما بفهمش فيها، بقول لك اللي أنا شفته ده يتحمله موسيماني مسؤولية كاملة في ال 90 دقيقة هو واللاعبين. لا يمكن الاهلي ال 90 دقيقة يبقى بالشكل ده، لا يمكن. احنا يا جماعة لا 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 يمكن، والله لا يمكن. ايه الرعب ده وايه الخوف ده وايه الخذلان ده؟ لازم يعني نتكلم بما يرضي الله بصراحة، يعني الامور الناس على اخرها يا استاذ احمد. زاد النصر كلنا كده والله، لكن خلينا نضع الامور في نصابها الطبيعي. لازم محاسبه الجهاز الفني، اللاعبين على التقصير، لازم محاسبه اتحاد الكوره اللي حط الجمهور النادي الاهلي في هذا المأزق. الناس اللي بتقول طب الاهلي لم ينسحب ليه؟ يا جماعه مليون مره نوضح، الاهلي لو انسحب هيخرج من هذه البطوله سنوات، وفي رعاه. احنا ضد الانسحاب كارثه، وما ينفعش في 2022 نتكلم عن حاجات ما ينفع كانت بتتعمل في الثمانينات، ما ينفعش. كان ينفع قبل كده، ما كانش فيه موضوع الرعاه وما كانش فيه مشكله، وكان الانسحاب وقتها كان ليه قيمه وعمل قيمه للبطوله نفسها، كانت الامور افضل من ده. بسبب انسحاب الاهلي ايام الكابتن صالح سليم تم اعاده ترتيب البيت من الداخل جوه الاتحاد الافريقي. الناس بتقارن يا استاذ عبد الناصر، ما تعرفش اصلا المبررات هنا وهنا. انت ازاي بتقارن تفاحه ببطيخه؟ يا جماعه لازم عشان نقارن حاجه تكون الامور واحده، الامور تكون واضحه والامور تكون متساويه عشان المقارنه تكون صحيحه.